بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما اتعلمنا تقريبا السيشن اللي فات ادينج فيديوز، راح نتعلمه editing فيديوز. البرنامج بيديني اديتور بسيط للفيديو بس بامكانيات بجد جميلة. هنضغط كليك يمين على الفيديو بعد ما عملنا انسرتيشن ونضغط على edit فيديو، هيديني تاب اور تاب ويب كده سبيشال داتا الويزارد بتاع الاديتور فيديوز بتاع البرنامج. انت ممكن تخلص الايديتنج بتاعك هنا، بيدي لك الابيليتي ان انت تعمل براوسنج للفيديو بتاعك تشوف شكله فين. الجانب الثاني طبعا انت تعمل تريم، يعني تحدد بداية ونهاية. لو جاست ضغطت هنا فبتبتدي تسحب البداية بتاعك فين، وتبتدي تحدد النهاية بتاعك فين، وتروح ضغط على تريم مرة تانية فبتبتدي يقول لك خلاص كده تمام. اوكي. الجانب الثاني كان كروب، لو انت كنت عايز تعمل كروب للمشهد بتاعك، لو ضغطنا مثلا على الكروب ونحاول ناخد جزئية معينة سيلكشن عليها، عايزين الجزئية ديت بس من بين الفيديوز، نبتدي نضغط على كروب وخلاص كده اوكي المشهد راح يتطبق. الجانب بتاعت الفوليوم، انت ممكن تعمل كنترول في الصوت بتاعك سواء كان تعليه او لا، البرايتنس الوضوح، الكونتراست التضاد. لو انت كنت عايز تعمل انسرتيشن للوجو سي، خلينا نضيف مثلا لوجو زي ديت ونحاول نصغره مثلا شويه في اعلى اليمين. كمان انت ممكن تتحدد الترانسبيرنسي بتاعه واللوجو بتاعك يبقى مثلا خلينا نقول شفاف بنسبه 50%، وممكن تعمل تشينج للفيديو، او لو انت بهدلت الدنيا ممكن تعمل ريسيت للفيديو. جاست بعد ما تخلص الايديتنج بتوعك بالادوات البسيطه، تاخد بالك ان هو بيدي لك زي ايه، بيدي لك سم انفورميشن من تحت، البوزيشن، التوتال ديوريشن، مده الفيديو 30 ثانيه، مش عارف 129 فريم، بدايه التريم طبعا لا، التريم بنهايته بتكون بنهايه الفيديو، انا ما عملتش تريم، الديوريشن هي نفس التوتال ديوريشن، السورس بتاعك كام في كام، طبعا واتس في هاي 720 بكسل في 406، الكروب انا ما عملتش كروب في 720 في 406 برضو زي ما هي، وجاست ببتدي اعمل سيف اند كلوز، فهيستنى شويه عشان يبتدي يعمل لي الحفظ على او اديني شويه الايديت البسيطة اللي أنا عملتها، السيتنجز البسيطة اللي أنا عملتها على الفيديو فبيحفظها. وجاست أنت ممكن في طول البريفيو تشوف التأثيرات اللي أنت عملتها، يعني من التأثيرات اللي إحنا هنشوفها جاست إن إحنا ضفنا اللوجو فوق يمين البرنامج. القصة دي طبعا في برامج المونتاج الفيديو طبعا محتاج أنت تاخد الفيديو وتمنتج عليه وبعدين تعمله ريندر بالصيغة الجديدة وتعمله انسرتيشن جوه مكتبة البرنامج. البرنامج بيدي لك فيتشرز بسيطة ممكن أنت تكون محتاجها. جاست لو أنا عملت كليك على بريفيو يا جماعة هلاقي إن بالفعل المشهد بتاعي اتمنتج زي استوديو بسيط يا جماعه. انت جاست مش محتاج كل الامكانيات ديت، هو بيوفر لك بس شويه ادوات فلربما انت تكون محتاج. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.